إسفاف وابتذال أم انعكاس لواقع تعليمي نعيشه الآن؟ أستاذ عمر، أنت قلت أنا يعني أعمل على عندك عايز تعمل على شعبان عبد الرحيم، يعني اتفضل. عندنا حاجه اسمها حيل الدفاع، يعني اساليب غير مباشره لمواجهه الاحباط والصراع. فانا مؤلف اغنيه انت كاسلوب، بتستخدم يعني كلام كبير قوي. لا انت حاجات في علم ده النفس في دي المنهج. معروفه، يعني اتفضل في اتفضل المنهج، اتفضل منهج علم نفس ماشي، 30 شغل سنه. التراك بس اديها معاه، اديها شغل يلا التراك الموسيقي. يلا شغل. حيلة التقمص عكس الإسقاط، وحيلة الإسقاط عكس التقمص. يسعى فيها المرء لخفض التوتر، ناجم عن إحباط وناجم عن صراع. توحد الطفل، الطفل مع والده، توحد الطفل، الطفل مع جده. هنا الضحكه دي اللي انا عايزها من حضرتك، اللي بتبقى على وش الطالب ده، اسمه يعني هرمون. انت اول ما بتلاقيني بضحك تعتقد ان انا فهمت؟ ايوه سعيد. انا بقول عاب طالب، انا بقول عاب طالب. طب ما انا بعت له نقطتين وقعد في البيت هرمون وخلاص. اضحك يا ابني، هرمون الدوبامين. نسال طب نفسي يا جماعه، انا اسال طب. هرمون الدوبامين الطالب يفرزه. عمر ما تقعدش تقول لي بس. تابع تابع معايا يا استاذ وائل ومفكرين. لا انا مش محتاج يا جماعه، بس خلينا نسمي الاشياء بمسميات. ما تحاولش تغلف ما تقوم به باطار فلسفي وفكري. لا يمكن، ما ينفعش، لان حضرتك عايز تمشيني على اطار حضرتك حاطه، مش عايز تخرجني منه. طب هو بس ممكن اقول كلمتين بس؟ اتفضل يا دكتور. لازم، مهم يا جماعه، في بعد قيمي للعمليات التعليميه. انتوا ليه ناسين ان في بعد قيمي؟ انا في قيم. ايه علاقة التون النغمة بالبعد القيمي؟ حضرتك عايز اعرف علاقة ايه النغمة بالبعد القيمي؟ القيمي القيم. ماشي، علاقة الموسيقى بالقيم؟ ده الموسيقى يعني دي جزء من القيم يا فندم. يا فندم حضرتك أنا انت معلم. انت نموذج، انت قدوة للطالب. اما انا اتحايل على الطلاب عشان اوصلهم المعلومة بكل ما، لو سمحت ما خلينا خلاص، بكل ما املك من مهارات، اجيب دي جي، اجيب واحدة بسحمر، اجيب كل ده تحايل عشان اخلي الطالب يتعلم. هطلع طلاب شخصيتهم ايه؟ لو سمحت خليني اكمل. بيتحايلوا على حياتهم كلهم. هيبقى حياتهم، هو هيبقى موظف بيلعب بالبيضه والحجر، هو هيبقى واحد مش عارف بيشتغل ايه، لانه هو اتعلم غلط. طيب. النموذج هي بتاعه هي بس عشان تقول وجهه نظرها. هل معنى ان احنا الناحيه القيميه الضايعه؟ طيب هل معنى، اسمعوا بقى، اسمع واحد هل معنى ثانيه واحده فندم، ولا نموذج لمعلم؟ ثانيه واحده اكمل على كلام حضرتك. واحد بيرقص، اكمل على كلام حضرتك. واحد بيرقص وهو بيدرس. هل معنى ثانيه واحده ما هو بيقول لك وهو معنى ان انا بستخدم المزيكا كوسيله ان انا ما بنقلش قيمه؟ انا في الحصص العاديه بننقل قيم وبننقل المبادئ. في حاجه اسمها قيم، دي مجرد وسيله. دي وسيله وليس غايه. الغايه هي القيمه. لا مش وسيله. الغايه هي القيمه. لما تاخدها مع الاطفال الصغيرين بتاخدها في بعض المقاطع، مش هي تبقى هي. طب نسمع يا جماعه بس، لو سمحت لو سمحت. يا 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 يعني دي تجاره. انا طبعا اللي انت شفتوه ده اللي يصلح ان احنا نذيعه. يعني هل ينفع انت بتقول انا بستخدم الموسيقى؟ انا ما عنديش مشكله تمام في انك تستخدم كل انواع الفنون بما فيها المسرح والموسيقى تمام. ونشوف ازاي يمكن انما هل اللي انا شايفه ده من ضمن اسس المولد ده والصخب، ولا على نوع من الاغاني انت عارف انه ينتشر في وسط المتخدرين واللي شايلين مطوه واللي بيرقصوا وهم عريانين؟ انا بشتغل على 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 نغمه معينه، انا مش بشتغل على مهرجانات، بشتغل على نغمه معينه بحفز بيها الطلبه، بيبقى عباره عن مثير محفز. طيب. او مثير مساعد اللي هو اللي عندك. طب انا يعني هنا تتخيل هنا انا بخرج الطلبه من الكابت اللي هم فيه. دي كانت فتره مراجعات. دي فتره مراجعات هم مضغوطين نفسيا، ودي حصة واحدة في السنة كلها. يا فندم، موقف واحد لمعلم بتدمر جيل. موقف واحد لمعلم باخده كلام. طيب هو موقف واحد وننسى موقف. ده انت بتقول ده